يسعد في اوقاتكم متابعين صفحه اليو بنتس وتويتر يوسف حريم. رجعنا معكم لنكفي موضوع تغير لون الاسنان. رح نحكي اليوم عن التصبغات باللون الابيض والاسود. ممكن نشوف اسنان فيها بقع بيضه، منظر غير طبيعي. شو ممكن يكون سبب هالبقع؟ ممكن يكون السبب عنايه فمويه سيئه. يعتبر ظهور البقع البيضاء على الاسنان مرحله مبكره لظهور التسوس والنخور، مشان هيك لازم اول ما تشوفوه هاي البقع تراجعوا طبيب الأسنان حتى ما يصير عندكم نخور. ممكن يكون السبب نقص الكالسيوم في المينا أو نقص تمعدن المينا والعاج أثناء تكون الأسنان في المرحلة الجنينية. ممكن يكون السبب زيادة نسبة الفلورايد في مياه الشرب. إذا كان لون أسنانكم مايل للسواد في عدة أسباب. ممكن يكون السبب تموت لب الأسنان، لأنه السن وقت بيموت بتغير لونه للون الرمادي. ونحن وقت بنعالج العصب بننصح المرضى انه مباشرة يحطوا تركيبة على السن، لانه هذا السن بعد فترة حيتغير لونه ويصير لونه غامق وممكن يتعرض للكسر. احيانا في ناس اذا تعرضت لصدمة او ضربة على الاسنان ممكن ما تحس باي الم، بس بعد فترة بتلاحظ انه لون السن بلش يتغير، والسبب انه السن مات وصار في نزيف باللب وتغير لونه نتيجة هاي الضربة. ممكن يكون السبب وجود حشوات قديمة فضية، بنسميها نحن حشوات أملجم، على الأسنان. هاي الحشوات بتعمل على تغيير لون الأسنان إلى اللون الرمادي. كنت معكم أنا الدكتورة أسماء القهوجي، وسلامتكم.